ما بتحلى لمتنا وجمعة عيلتنا إلا بكبارنا، كبارنا اللي هم آبائنا وأجدادنا، وخاصة لما تكون قعدتنا من حكاويهم وكلماتهم المعبرة. وعن رمضان زمان وأيام زمان، ومن بيت الحاج نعمة البورنو بنطل عليكم ببرنامج حكاية رمضانية. كل عام وانت بخير يا حاج. وأنتم بالصحة والسلامة يا عمي. كيف هي استعداداتك لشهر رمضان مع عائلتك؟ والحمد لله احنا استعدادنا في شهر رمضان على ما يرام. الحمد لله. الحمد لله. يعني ما شاء الله من هالزينة وهالاحتفال بقدوم شهر رمضان. والله أحلى إشي عندنا في حياتنا هو شهر رمضان. ليش؟ ربنا يعيده علينا وعلى الجميع بخير. السهرات، تلاوة القرآن، الروحانيات اللي فيها، الزيارات عند الأهل والأقارب، أي نعم، والجيران، والكل بيبقى مبسوط، والأولاد الأطفال بيبقوا مبسوطين بيلعبوا. وصلة الأرحام والزيارات اللي بتصير، وصلة الأرحام والزيارات اللي بتصير ما بيننا وبين الأهل. كيف رمضان كان أيام زمان؟ خلينا نرجع لخمسين سنة لورا. خمسين سنة كيف كانت رمضان وأجواء رمضان وكيف كانوا الناس؟ أنا كنت في مصر في الستينات، وكان عندنا محل في ميدان العتبة كان اسمه بوفيه وحلواني النسر. كان عندنا شهر رمضان أول شهر بيكون علي هناك، بعيد عن أهلك يعني في الغربة. وبعدين من ضمن اللي بنعمله في رمضان كنا بنعمل مهلبية قمر الدين وبنعمل خشاف. قديش كان عمرك بهذاك الوقت؟ كان عندي في هذاك الوقت 22 سنة. أي نعم. يعني بتذكر رمضان، بتذكر رمضان كيف وأجواءه والناس ولمة الناس. هناك ما بتحلى رمضان إلا بمصر. أي نعم. الناس اللي رايح واللي جاي والأطفال واللي عندهم طبل وعندهم زمر كلها فرحة يعني تامة. والفوانيس كمان يعني. وفوانيس طبعاً مصر رمضان غير شكل. وفوانيس رمضان كمان. ذكر لنا حاجة، موقف من المواقف اللي حصلت بينك وبين إخواتك شهر رمضان، جمعتكم، لمتكم، قعدتكم على صفرة واحدة، هل صار موقف يوم من الأيام متذكروا لحتى هاي اللحظة؟ والله إحنا كان عندنا شغل في شهر رمضان، كان عندي محل على البحر، ما كنا نفطر إلا في المحل من كتر العمل اللي علينا، ما كنا نفطر هناك مع أهلينا، نفطر بس يوم في الأسبوع اللي هو بيكون عندنا إجازة يوم الخميس، هذا خلال الشهر طبعا. هل اختلفت أيام زمان عن الأيام هاي؟ طبعا طبعا. قديش اختلفت؟ 100% مختلف. البني أدمين اختلفوا، الحياة، الأكل، الشرب، المعيشة، كل هذا اختلاف 100%. كانت السهرات، اليوم ما فيش زي زمان. شو اللي كان موجود زمان اختلف عن اليوم؟ كانوا زمان يتزاوروا مع بعض في الشهر في الليل. اي نعم، كل هذا من بعد صلاة العشاء. حسب ما قالوا لنا اجدادنا انه كانوا يجيبوا صفيح صغير ويحطوا فيه شمع ويطلعوا بالشارع ويستقبلوا فيه شهر رمضان. شو كنت تعمل؟ احنا لما كان عمرنا 10 سنين في هذاك الوقت كنا نصوم طبعا في الشهر، لكن صيامنا كان صعب علينا، لأنه إحنا إجانا في سنة 1952 رمضان في شهر 7 و8، وهذا أقصى شهر في الحر والشوب. اليوم الأطفال مختلفين، اليوم بصير عمره 10 سنين و11 سنة وبيتدلع ما بيرضى يصوم. زمان اختلف كتير عن اليوم. إحنا كنا نلعب في الشارع، ما كانش البيوت عندنا في البلد اللي هي البلد القديمة، مش الرمال اللي هي غزة الجديدة، نلعب هناك في الليل شريدة عند البياعين عند الشرايين، فاهمة؟ يعني في ألعاب خاصة لرمضان؟ وفي طقعات كنا نطقع فيهم، وفي فرودة كنا نطقطق فيها. كل
كل عام وانت بألف خير وبصحة وسلامة ورمضان كريم عليك. كل عام وانت بألف خير. بحضورنا اليوم أنا متزوجة وبفطر مع عائلة كبيرة وحاضنة زي حاضنة أهلي، طقوسهم بتشبه لحد كبير طقوس أهل غزة وأهلي، لكن اليوم عمي رجال كبير في له حكاية مختلفة، له أكلات مختلفة لحتى الآن مستمرة، يعني يمكن إحنا نسيناها أو ما توارثناها. اليوم في أكلات جديدة، في روح جديدة في رمضان، يعني إحنا متعودين في شهر رمضان عادة من بعد العصر بنجتمع كلنا، كل واحد بحضر أكلته. طقوسكم داخل البيت؟ طقوسنا بداخل البيت، الكل خالته بتجهز أكلة، أنا بجهز أكلة. طبعاً لازم عنا في مائدة رمضان يكون الشوربات، جميع العصائر، تمر هندي وخروب وعرق سوس وليمون. كل المشهيات الرمضانية هاي. كل المشهيات الرمضانية أكيد عمو، يعني دائماً هو اللي بقولنا بدنا هذه المشروبات، يعني هي قديمة ومرتبطة برمضان. شو هي المشروبات القديمة اللي دائماً لازم تكون حاضرة على هاي السفرة؟ عمو ايش المشروبات اللي عادة بنعملها؟ اول شيء كنا نعمل تمر هندي، نعمل السوس، نعمل الخروب. اي نعم، هي مشروبات اساسيه. هذه مشروبات اساسيه، الخروب والسوس والتمر الهندي والليمون طبعا اكيد. هاي الاشياء اللي كنا نستعملها في قديما يعني، وما زالت في الحديث. كيف بتساعد الحاج بصناعة هاي العصائر؟ والله بنفسه معايا. يعني من توجيهات وتعليماته. بالضبط. هي هي بتجهزيها بالبيت مش جاهزة يعني؟ لا كله أنا بعمل لحالي. يعني لحالك؟ مثل أمهات زمان. أيوة بالضبط. كل شيء بالبيت بصنعوه. كل شيء. طبيعي. حتى الكعك العيد برضو كله عائدة يبعمل كله. زمان كنت أعمل مفتول عيدي، بس هلا عشان مع السنة بطلت. يعني إن شاء الله ربنا بيعطيك الصحة والعافية. يعطيك. شو يعني الأكلات اللي بتجهزيها لإلهم بتحرص إنها تكون موجودة على السفرة الرمضانية؟ أهم إشي السلطات، فتوش، يعني أهم إشي هذا، والشوربات. وأنت بعز صباكي، كيف كان بهجة رمضان؟ طبعاً مع عيلته الواحد، مع خواته وإخوته، إشي تاني، له طعم تاني. أكيد. تذكري موقف من هالمواقف؟ صارت بينك ذكرى بينك وبين أختك؟ الحمد لله عمنا ما تشكسنا أنا وخواتي ولا أخوتي، على الحب ويعني دائما كده، ووفاق ومحبة. الحمد لله رب العالمين. طيب شو الأكلات اللي بتحبي لازم تكون موجودة على السفرة؟ زي شو بتطبخي لهم برمضان؟ شوربة عدس حب بالكفتة بنعمله، بعد ما أطحن على الخلاط طبعا، وعدس مجروش برضه، بعدين لسان عصفور أو شعرية، هذه الشربات وشربة خضار برضه. قديش مهم عندك شهر رمضان؟ شو بيميز شهر رمضان بالنسبة لإلك؟ طبعاً إله نكهاته باجتماع مع عيلتي، هذا أهم إشي. طبعاً أبنائك أكيد بيكونوا موجودين معاكي على ذات السفرة خلال نهار رمضان، تزاورهم لإلك؟ طبعاً إشي بشرح قلبي أنا وأبوهم. نتعرف عليك. حكمة البورنة. أهلا يا أستاذ حكمة. طبعا قلنا رمضان بالنسبة لإلك في جو العائلة. إله طقوس الخاصة في الجلسات، في المنأكفات، في الحواديت والذكريات السابقة. وتجهيزاتكم لرمضان الزينة؟ أكيد كل سنة قبل ما يبدأ رمضان بأسبوع بنبدأ نحضر رمضان من ناحية الزينة، الإضاءات، الفوانيس. إيه مع مين بتجهز هاي؟ أنا وإخوتي وحاليا مع زوجتي ومستقبليا مع عبود. الله يديمكم لبعض إن شاء الله. طبعا بتوقف معها بالمطبخ، بتجهز معها، بتتشاوروا بأنواع الأكل؟ صحيح، بنتشاور، بنتفق، بنشاور أهلي برضو على أساس إنه نكون متفقين في الأكل الموجود على السفرة. هيكون يعني كل بحط لمساته الجميلة بالضبط.
يعني خلينا نتكلم عن الجانب الروحاني، السنة هاي ممكن يكون مختلف تماماً عن السنة اللي فاتت واللي قبلها، بما أنه صلاة التراويح ستقام غالباً في المنزل بين الأهل بين الأقرباء، هل في خطة معينة اجتماعكم مثلاً؟ أكيد أكيد صحيح، في إحنا بالنسبة لنا حالياً صلاة التراويح السنة هتختلف عن السنين الماضية، أنه هيتم الصلاة في البيت بين أنا ووالدي وزوجتي ووالدتي وإخوتي في البيت مع بعض جماعة. طبعاً الطفولة في إلها ذكريات كتير بشهر رمضان، فحابين تذكر للمشاهدين وأنت صغير كيف كنت تستقبل شهر رمضان؟ كنت أستقبل شهر رمضان إنه بنجيب أول إشي علبة النيدو أو علبة الصلصة ومسمار وشكوش ونضلنا نخرق فيها وندق أصبعنا ونجرح لما نعمل الفانوس، يعني حتى برغم انه من مكونات بسيطه ومعدات بس بسيطه جميلة. بس كانت تدخل الفرحه على جميلة، لانه انت بتصنعها بايدك، بتعرف ايش بدايتها وايش نهايتها، لو عطلت انت بتصلحها، بتحط شمعه، بتغير شمعه، ممكن تدهنه، ممكن تحط له الحلقه تبعته، ممكن ترسم عليه، بضل له طقوسه الفانوس اليدوي. اكيد طبعا لك اصدقائك، كيف رمضان مع الأصدقاء بالنسبة لإلك؟ رمضان أجمل مع أصدقائي لأنه بتم الزيارات بيننا وبنطلع بعد صلاة التراويح بنطلع على أماكن عامة سهرات وبنرجع بعدها على البيت بيصلي، ممكن نصلي قيام ليل، نجتمع في يوم من الأيام مع بعض، إن يجي الاعتكاف آخر 10 أيام بنصلي مع بعض في المسجد. أكيد لمة الإخوة في شهر رمضان ولمة العيلة، أكيد في لك موقف معين بينك وبين إخواتك، فأذكر لنا يا هذا الموقف إذا أنت متذكر. المواقف هذه موجودة، إنه مين مثلاً يشيل الغراض عن السفرة، يحط يرفع بعد المشاكسات هاي. هذه مشاكسات تاعتنا اليوم إلك، اليوم لأخوك، يوم تأخذ يومين عند أخوك، موجودة بكل بيت فلسطيني. أكيد يعني بعد ما بيصير منتصف شهر رمضان أكيد بيصيروا الناس يجهزوا، مع مين بتطلع بتجهز، شو بتحضر، شو بتجيب؟ كل بالنسبة لاستعدادات العيد كل سنة بتختلف، مرة بطلع مع أخويا، مرة بطلع مع والدي، على هوا إيش الوضع بيكون أو هوا الأجواء، كل سنة بتختلف بتغوصها بأجواءها بتحديثاتها، إنه أنت في إيش بدك تجيبه بينفع تجيبه مع أخوك، على هوا الفكرة اللي بيناسبه، يعني أنا فكرة مع أخويا بيختلف عن والدي، والدي له طقوس معينة، في شغلات بجيبها معه، بجهات بجيبها مع أخويا وأختي برضو بطلع معها أغلب الأشياء لأنه ذوقها حلو. بتحضروا مع بعضكم؟ صحيح. رمضان كريم علينا وعليك وعلى كل أمة الإسلام والمسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين، الله يهدينا بطول هدايا من الله للجميع، للكبير وللصغير، للغريب وللقريب، والتسامح والمعاملة الحسنة، هذه كلها الحمد لله، يعني لازم تكون احنا من قبل رمضان. بدنا توصية من توصياتك احنا للمشاهدين، بشو بتوصيهم؟ من قبل رمضان بيجي عنا اللي هو 27 شعبان، نستدعي ربنا يهدي بالنا، ربنا يرزقنا، ربنا يعطينا العافية، ربنا يعطينا طولة العمر. يعني حج إن شاء الله رمضان كريم عليك وعلينا، وكان اللقاء رائع وجميل بحضورك وبحضور عيلتك، وربنا يديمهم عليك ويحفظهم لإلك. بوجودكم كلكم الحمد لله إحنا مبسوطين وفرحانين، والله يعيدوا علينا وعليك وعلى أمة محمد المسلمين يا رب العالمين. وبهيك مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لليوم من برنامج حكاية رمضانية، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم بخير.